النهارده اللي هتاخد وين؟ عم الله يكفي السفر عمر. وراح الشعب اللبناني كله. لأنه قمت على اللايف. يلا روحي بدك شيء؟ راح اتصلك. ايه اوكي حبيبي، باي باي. ابو جود هلا. سهير ثانك يو. لحظة شوي، انت طلعت معي جولة؟ يعني عم يطفي اللايف لحاله، ما خصني انا يعني. قلك مش مني انا. بكون من التأس لأنه عم تشتت الدنيا، بتفكر إنه طلعت ورجعت نزلت، بس أنا ما بكون طلعت. أنا بدي سكر، مش رح أطلع مع حدا الصراحة، وما بعرف مين أنت.